بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رسالة لإخواني سلف، يا سلف يا إخواني يا أحبابي، ثورة وليت معناها عندنا فرصة تو في حياتنا، جاتنا في تونس باش نردو تونس، باش تونس الجو العام فيها الإسلام، الخطبات باش تبدل في الجوامع وتبدلت البروجرام تاع التلفزه، البروجرام تاع هو معناها كامل، هو البروجرام تاع المكتب، وتولي نعلموا تونس التربيه ونعلموا الاخلاق ونبدلوا افلامنا تاع اخلاق ونتاع تربيه. احنا كل الجو العام اللي طار الصحفه تاع تونس، الصحفه اللي هي تونس، باش تولي كلها تنبع اسلام، خاطر الاسلام يلزم نعملوا له الجو نتاعو كما سيدنا صلى الله عليه وسلم عمل الجو نتاعو. ما تعرفوش اكزامبل ظريف يتوشي سيد وزير العريضي الداخليه كيفاش يتكلم، تو الاعلام عامل فيه شر، عامل فيه راه شر شعف، ويقول اي والله انتم ما تحسنتوا شويه وكذا وكذا. السياسه بوليتيك، علم راهي بوليتيك، والسياسه في الاسلام، الاسلام سلام، والسلام يقوم على السياسة، السياسة كل شيء يجي بالسياسة. روى هالمونتاليتي نتاع الإسلام كان وقف واستعمل السياح والتشنج وقت يلزم، جوست وقت يكون تيفو، مش اوتوماتيكمون في يحضر المسلمين فما تشنج، سي با بوسيبل سا. سي سلف عندكم اتيكيت، فوزات اجريسيف مانون في تونس. تو واحد يحب يدخل الاسلام وحده يجي يدخل الاسلام، يلقى باب يدخل الاسلام. اما احنا المسلمين مطالبين ان نحبوا الاسلام، ما نحبوش، اللي خايفين من الاسلام، اللي ما فهموش فاهمين الاسلام. دونك شنو يلزمنا؟ يلزمنا كل شيء باهي. انتم اللوك، اللوك تاعك بلوزون شنو منفوخه، هركه تاع السعوديه، لحية مال انترتنو، تربوشة نايك ولا بونيم تاعي، معاش شنو اللوك هذا؟ لوك بيرو لبسة تاع بيرو والاسكيمو في هذا الوقت. شكون معناها يغزر لك في اللوك نتاعك هذاك يقول لك الله هذايا يعيش بقدام، نحب نتبعه. نحكيوها بالمعقول، مش لازم نتحاكوا ولا نصيحكم ببعض، مش لازم نصحح على باش نحكوا. وجماعة تلقوش اللي عايشين معاهم في الفاكولتي تاعهم، انتوما أكثر ناس انفورمي على الخمر نتاع تونس. أنا واحد من الناس والله ما كنتش خايب تونس، مع عباد هكاك عرفتهم في القصبة دو، أنا ريت عباد معناها قال لي أنا رجال صغير هكا، قال لي طويل ذكر عليه كان تعرفوه مع شنو، قال لي أنا ملحد الكيان والملكيان العالمي، قعدت به قلت له أنا عمري 50 سنة ما نعرفش ملحد معناها تونسي، جون كوني با بوكو، حتى كان عندنا في الجنريشن نتاعنا يقول واه شوية كا ما ينطقش ما نمنش بربي، قعدت به حسيت. أما أنتم في بالكم عايشين ما بيناتهم. أول حاجة كل عملة يلعبوها لكم تجيو لبرا، ثاني حاجة جايين طالعين، وثاني حاجة العلم لا إله إلا الله تلعبوا به كيف وليد، هاودر شنو هاودر، ولا السيني نتاع حاجة معناها لا إله إلا الله تولي تخوف العباد، والناس كل جات قدام علم لا إله إلا الله قولك آه على تونس كيفاش على يودي لا إله إلا الله العلم الآخر. عليه ما تكلموش عليه، خاطر في يديكم انتوما، ريتو اللي فين يتعبوا فيه على العباد، شنو وصل الدين هو؟ دعوة، نسيتوا الدعوة؟ نسيتوا سيدنا صلى الله عليه وسلم والمبدا في المدينة شنو يعمل؟ يخرج من السباع يمشي قرية فلان ويرجع ويعمل في الدعوة ويكلم هذا ويكلم هنا، واللي مازالوا دخلوا في الاسلام والفت قلوبهم يزيدهم في الفلوس الحرب، ويزيدوا طيب معاهم، كيفاش الجست مع هذا والجست مع راس القبيله، ومن دخل دار ابا سفيان فهو امن، كل سياسه دي كل سياسه. انتم يكون في فاهمين منها شيء داخلين، اه والله نضرب العلم واحد ما عرفوش ودرا شنو،
وليت وعلم لا اله الا الله، معناها تمسخوا عليه العلامات كل كانك عليه، مش علم تونس كل لا اله الا الله بها يدخل الجنه. انتم اتخذتوا كونفيزيون لا اله علم لا اله الا الله، الناس كلها ولا تتكلم ضده، شكون داخلين في الذنب؟ بوتيتر الله يعافيكم، مجنون باش تحطوا علم لا اله الا الله، رد بالكم. وحاجه اخرى، فما دوله هذه تحب تنستالي الاسلام بالكدا، انتم قاعدين عاملين البولي. شنو البولي؟ هو السلسله نتاع المربوط ما نعرفش شكل كركوب هذيك. حتى الان ناس تحب تنستالي الاسلام في تونس، وانتم شادين من تالي تجبدوا فيهم باش ما ينستاليهوش. قال شنو فما زوز بنات في 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 منوبة لازم يلبسوا نقاب سنة، واحد معناها على باش باش يصير الخير على يصل الإسلام في 11 مليون يمكن حتى الفرض يولي حلال. يقول لك معناها تعرفوه في الصحراء إذا واحد عطش وكذا كذا يجرب الشرع، احنا باش نستولوا الإسلام في 11 مليون لمدة مئات السنين على زوز بنات باش يلبسوا نقاب. تعطلونا تو قداش من نهار، وتعرفوا جماعة الجوش معناها شارين العرك، شارين العرك لا يهمهم، لا يهمهم كان عندهم بلان يحبوا شد الحكم، يحبوا فما الفلوس، يمكن يحبوا يقول كان شد النهضة الزطلة جامي تولي ليغال، كان شد لنا جوش الزطلة تولي ليغال. هذه المهم اقتراح تونس اللي فهمت عاجبك، لكن الناس الكل تكلم على الزطلة شنو دونك النهضة ما عندنا حتى شانس. دونك فما كل خبش يمكن 2000 ولا 5000 واحد في موجودين اكثر في العاصمه، وانتم بلوز انفورمي في الفاكولتي نتاعكم عاد بكون سخيب في الشيء هذا كله بتعملوه. معناها معناها وزاد البولي باش نسالوا الاسلام، تعرف معناها نسالوا الاسلام؟ معناها اللي دز عنده اجر اجر فك الاسلام تاع 11 مليون على قداش من 100 عام. فمعناها أحباء رسول الله يقولوا واحد أحباء رسول الله يعطلوا كل مومون ما يبدينا ثورة تو، قولوا لي شو عملتوا باش عاونتوا الثورة إلا التعطيل. هاو نقاب، هاو ضربوني، تي ضربوني قطعوني أنا، قطعوني قطعني هذيك وغدرون وأنا نسكت، خاطر فما عنا ناس وقفت لنا وتلزم هاش في دينا والإعلام مش في دينا وجماعة الجوش يحميو فيها. هاي كانت ترشق، كانت ترشق والإسلام بطلوا والصهاينة استدوا فينا منه وطاح المشروع. شكون كان فيه طرف كبير؟ السلف فقط زوز بنات ما حبوش يلبسوا نقاب. شنو باش تعملوا عامة يا معتصمة؟ المعتصمة عملها وقت الإسلام في الليكوبي في حال آخر. أخواتنا في الدين وما نجموش نخليهم. يا أخي تخمبوا ولا ما فهمتش أنا ولا تحبوا مسلسل رمضان ولا تحبوا تحبوا خابين الاسلام رياض الصالحين كما قال لكم. والمره الاخرى واحد تكلم على مورو بل يكون منها واحد حتى عمره يحترم، قال وانت شكونك وانت يا اخي شنو هو الاسلام؟ فهموني شنو هو الاسلام؟ جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم يتمم مكارم الاخلاق. وينهم الاخلاق؟ وينهم الاخلاق؟ جي نشدوكم على الواحد خاتينا والله هذا قام ما نعرفوش حاله شاذه نحل علم مقطع ودرس شنو والله ما خيموش اغزوا اللي يجيبوا في العصي. ايه هما باش يغدروكم، هما غادرين الغادرين يغدروكم. الاسلام ما كومش تجبدوا في الناس ليكم باش يدخلوا، واللي يحبوا يستريوا الاسلام تعطلوا فيهم. فهموني شنو هالاستراتيجيه نتاعكم هذه، وتلعبوا بالعلم لا اله الا الله محمد رسول الله طيحوا له في القدر. قال شنو والله احنا انتم اللي يجي يحصلكم، ما تنجموش تحكيوا مع اخواتكم المسلمين تتاثروا تعملوا حاجه ينصحوكم كيفاش نعملوا، شكون ينصح فيكم شكونكم؟ سبحان الله وفي مش مرة توصلونا في الحكاية. تجموش تريد شوية في كل العصاء عامين ثلاثة لا محالة في الفاكولتي باش تولي فيها جامع وتولي فيها أخلاق إسلامية وتتقرر فيها الإسلام والإسلام إن شاء الله يحكم، وهذا عارفينه وعاسينه والناس كلها
انتوا ما معاش علاش انا ما هداكمش ربي ما فهمتوش الشيء هذا الا ان شاء الله ماشيين في هذه الثنيه هذيك الباهي عليه الزربه هذه الكل. واذا الناس مقطوهم معناها مقطوهم ودخلت عليهم بالسيف كيفاش تهدوهم الاسلام الطيب لين من بعد حتى تدخل عليهم بالسيف وبالقوه وتملك ويعطيك ربي البلاصه يقول ما يحبكش. وكما الناس ما تحب ما تدخلهم اذا تكون انت موجود مسلم تهرب الناس من الاسلام تعرف الحساب فما حساب والله يهدينا ويهديكم والله شيء بعد الله ينوركم وينورنا ويجعلكم تقبلوا تربحوا وعاودوا خموا في حكاياتكم واحكوا مع اخواتكم المسلمين وردوا بالكم على علامة العبوش به برشا تاع لا اله الا الله محمد رسول الله ما تركبولوش بيستي خايبة وراجعوا رواحكم وتأطروا وكونوا توانسة مش معناها وكونوا توانسة كونوا توانسة قبل كل شيء خاطر البلاد هذه تحب تاكل هو ديبار نتاع الدين الاسلامي صار منها يتسمى. السلام عليكم ورحمة الله.